حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا، حتى يجعل كتاب الله عارا، والشتاء قيظا، والولد غيظا، وحتى يحزن أصحاب الأولاد ويفرح العواقر، يعني العقيمات، إلى آخره. هذا الحديث الألباني رحمه الله يرى أنه ضعيف، لكن السيوطي رحمه الله يقول هو إسناده لا بأس به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: قال رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف، وسكت عنه ابن حجر في الفتح. يعني هنا لو صح هذا الحديث، لو صح هذا الحديث، فإنه لو رأى الإنسان مثلا القيظ في الشتاء فجاءت هذا الحديث، أو مثلاً أنه أصبح الولد عنده غيظاً يغيظه ولده، أو أن بعضاً من الناس قد يكره أنه ولد له أولاد وأن من كان عقيماً يفرح بذلك، أو أن من ينسب إلى اتباع الكتاب والسنة يكون عاراً عليه، لأنه مع قلة العلم وبعد الناس عن الخير ربما من يتكلم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقلة هؤلاء يكون الكلام عارا. فهذا لو جرى مثل هذا فيكون هذا الحديث دالا عليه.